أكاديمية علم الفراسة الحديثة تقدم. بالنسبة إلى فراسة الصينيين، يعني حقيقة هم واكبوا الفراسة الأبراج البابلية، ولكن كانوا أذكياء، فقد طوروا الكثير الكثير. استخدموا الأبراج كما استخدموها البابليون أنفسهم يعني، ولم يزيدوا، ولكن غيروا الأسماء وغيروا آلية البحث. فكان تطويرهم عن هذا القصة مقصود منها الفراسة حقيقة. فقسموا الشعوب إلى وجوه، وقسموا السنة إلى حيوانات، وقسموا الساعات، وقسموا وضعوا صفات لكل شيء. لذلك عندما تقرأ عن الأبراج الصينية وتجد أنك من مواليد برج الثور أو برج التنين أو برج الخروف أو برج الحصان أو برج الكلب أو الخنزير، أو ستجد أن هناك ما يعادل حوالي من 10 إلى 15 صفة حقيقية قريبة تلامس واقعك. لذلك عرفت الأبراج الصينية بأنها الأقرب، ولذلك هم طوروا حقيقة جميع أمورهم، بحيث خرج من عندهم علم يسمى علم السحنة، الشينغ. كلمة الشينغ معناها أنه ملامح الوجه لها دلالة. فوجدوا قسموا الوجوه إلى الوجه المربع والوجه المستطيل والوجه التفاح، ليس التفاح عفوا، الوجه القمري والوجه الدائري. يعني أغلب التصنيفات الحديثة استندت إلى الصينيين، وجعلوا هذه الصفات لكل وجه علامة ودلالة من 3 إلى 4 صفة من هذا الوجه، وجعلوا أن العين لها دلالة. لكن حقيقة كان علمك الصينيون كما هم معروف عنهم بالبخل، فلم يكونوا لينشروا هذا العلم، فبقي مقتصرا عليهم. ولكن ما وصل إلينا في حدنا الآن ولحتى الآن هو فقط عبارة عن مجموعة من المعرفة البسيطة لا ترقى لأن نستند إليها في شيء، إلا اللهم إن كان لديهم معلومات سرية لا يخرجونها لم تصل لحد الآن إلينا. ولكن حسب ما علمت أو حسب ما أعرف أن مسألة فراسة السحنة أنها انتشرت، أنها وصلت، ولكن ليس على سبيل التعميم، ولكن عبارة عن مجموعة من المفاهيم للدلالة على هيكلة أنه الإنسان طيب أو غير طيب، جيد أو غير جيد، مادي عاطفي. هي الصفات التي نقول عنها أيضا الصفات العاطفية أو العواطف الستة، اللي هو العاطفي والعاطفة والغضب والفرح والاشمئزاز وإلى آخره. إذن السحنة هي أول بدايات علم الفراسة الحقيقية، لأنها درست الشكل كشكل هندسي، كشكل ضمن استراتيجية حقيقية، وسمي بالشينغ أو علم السحنة. الاستناد الثاني الذي استند إليه الصينيون، ألا وهو أنهم عندما قاموا بهذا العلم استندوا إلى أمرين اثنين، ألا وهو الين واليانغ. الين اللي هو الجانب الأنثوي، وطبعا هما المتضادان معناها، الين الأنثوي واليانغ الذكوري أو الذكري. فالشمس عندهم ذكر ليانغ، والقمر أنثى ين، الطويل يانغ والقصير ين. فهما المتضادات، هذه المتضادات يسمى بذكر وأنثى حتى الغذاء. ولذلك قامت أغذيتهم على قضية الين واليانغ. فاليانغ عندهم هو الغذاء المشبع بالبروتينات، مشبع بإيش؟ بالفيتامينات والطاقة. والين هو المادة الأخف كالخيار والبندورة وإلى آخره. إذن هم قسموا الكون على قسمين، الين واليانغ، كمتضادات متكاملات. هذه نظريتهم في فلسفة الفراسة. أما نظرتهم إلى الأنثى أنه قد يكون فيها جانب من اليانغ وجانب من الين، وكذلك الذكر فيه جانب من اليانغ وجانب من الين. ولذلك قسموا الوجه إلى قسم جزء أنثى وجزء ذكري، استند إليه العلم لاحقا وقالوا أن هذا الكلام موجود إلى آخره. دراستنا عن الصينيون بالذات تقول بأنهم هو أول من سموا بعض المسميات التي استخدمها أنا بالفراسة، كالوجه القمري أخذته منهم، كالوجه المربع أخذته منهم، كذلك بعض الدلالات التي استندوا إليها في كيفية أثر المناخ التابع اللي هو البيئة والمناخ عليهم،
والأغذية عليهم. هذا بالنسبة إلى الفراسة الصينية. أما تحليلهم حقيقة لا يوجد لدينا معلومات إلا ما قد ورد بكتاب أو كتابين اثنين قد تسربا بكتاب عرب وليس بكتاب أجانب، إلا أن هذه الكتب تعطينا صفات عامة من 10 إلى 15 صفة في الفراسة الصينية، أما أنهم هم أصحاب فراسة السحنة أو الشينغ. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.